مرجوك. اجت سيارة الإسعاف؟ ايه اجي. افتحوا بسرعة، المريضة عم تنزف. بسرعة. ايه. امشوا يلا يلا. بسرعة. يلا استعجلوا افتحوا الباب. عم يخف نبضة، استعجلوا شوي. امشي امشي يلا. كيف بتشطبي ايدي المرأة؟ انت بلا ضمير. لازم ما نطالعك من المنفردة ابدا. والله ما عملت شي، ليش ما حدا عم يسمعني منكم؟ هي شطبت ايديها، تشطيب تشطيب، ما دخلني انا. كثير اقتنعت بحكيك، فوتي. ولك هي جنت فجأة وبلشت تتشطب بحالها، ما دخلني. ولك استنى شوي، لك حسون انت ليش ما عم تستوعب؟ ولك يا جماعة فهموني، هي اللي قتلت حالها بايدها، انا ما دخلني. يا الله. يلا انتبهوا. تحملي دينيز. روح معون أوكتاي. حاضر كمري. كم مليون رح يطلع لنا منها وليه؟ قولي لي وين خبيتيها يا حيواني؟ النبض كتير بطيء دكتور. دينيز لا تخافي، نحن بطريقنا على المشفى، تحملي. خليكي قوية دينيز، تحملي دينيز تحملي. يعني قدرة اللي ساوتها؟ ايه يا خانم، قدرة كانت هنيك، وقت فتت كانت دينيز على الأرض وعم تنزف كتير. معناته إذا قدرة كانت هنيك، مين اللي ضغط على الزر؟ أنا يلي ضغطت يا خانم، لأني خفت كتير. دينيز تيمير، كيف انقطعوا شرايينها؟ قدرتي اللي قطعتهم، شفتها بعيوني، عملت هيك لتبين انه دينيز انتحرت. بتوقع حكي صح لانه كانت موجوده. يا دينيز، راحت المرأة، الله يصلحك. دودو اهدي شوي. كيف بدي اهدى؟ لك كيف بدي اهدى عذراء؟ كيف بدي اهدى والحقيرة قطعت لشرايين ايديها؟ دودو طولي بالك، هينا قالوها على المشفى، ما تخافي رح تكون منيحة. عذراء مو لازم نعمل شي من هلأ وراي. هاد أنا بقرره، هيفيس هاد مو شغلي. كيف قدرانة تكوني هادية هيك عازة؟ وليش لساتنا قاعدين عم نستنى هون؟ شو بنعمل يعني؟ تفضلي قليلي شو حابة نعمل؟ والله أنا ما فيني ضل قاعدة، رح روح دغري لعند الممرضة بالمستوصف واسأل عن الوضع، وبعدين بدي روح لعند زيرين واسألها ليش بعتت يونغا وبنتها لعند قدرة الحقيرة. هلا بتشوف. لوين بدك تروحي دودو؟ لوين بدك تروحي؟
أنا بدي روح وأفهم الموضوع. رح نضل قاعدين هون بس لأنك مزعوجة من دينيز. مع حق عزو، خلينا نروح على الأقل ونحاسبها لزيرين. لك مين اللي بدكن تحاسبوه انتو؟ وعلى شو بدكن تحاسبوها؟ حاج تخفصي انتي وياها، رجعي قعدي. يلا كتير تماديتو. ها دودو طولي بالك. ولك يلعن شرفكن وينكن، ليش حاطيني لحالي؟ ما عملت شي. لازم تروحوا جيبوا هديك المريضة النفسية تحطوها بدالي مو أنا. وينكن يا أولادين فهميني انتي شو عملتي قدرت؟ والله يا مديرة أنا ما عملت. خرسي! بتوقع بتعرفي شو المصيبة اللي وقعتينا فيها كلنا إذا ماتت المرأة؟ هو أنا... عفكرة انتي وحدة غبية. مع أني بصراحة ما توقعتك هيك أبداً. طالما حابة تبين أنه هي انتحرت، ليش جمعتي 100 شخص حواليك ليتفرجوا؟ لا حضرة المديرة أنا... ما برضى احترق واخسر بسببك انتي وبسبب غبائك قدرت. انتي رح تدفعي الثمن لحالك، انتي وما حدا غيرك. تمام. النبض 60، الضغط 8/5، لسه ما فقدت الوعي. يلا بسرعة بسرعة فوتوها على غرفة العمليات. يلا هي فقدت دم كتير. يلا يلا على السريع، المريضة بحاجة نقل دم فورا. تمام جهزي الدم بسرعة. يلا استعجلي. والله لا أخرب بيتك. والله لا خليكي تدفعي ثمن كل شي عملتي معي يا زيرين يا مديرة النحل. دينيز كيف صارت أوكتاي؟ هلأ فوتت على الإسعاف زيرين خانو. تمام بس تطلع خبرني شو صار معها. إيه؟ تمام يا خانو. وضعك صار أحسن مدام دينيز، مش الحال وقف النزيف. ضغطك لساته نازل شوي. صارت منيحة، تجاوزت مرحلة الخطر. أوه الحمد لله. بس لازم تضل عنا للمراقبة، رح ناخدها هلأ على غرفتها. تمام شكرا كتير لإلك. العفو. ما تشوفي شر. هلأ لازم ترتاحي على تختك، ورح حطلك سيرون كمان. ماشي شكرا كتير.
خليني ساعدك. اسلم. رح احط لك السيروم لترتاحي. مدي رجليك. بدي سكر بعد اذنكم. رح احط لك مسكن ومهدئ بهذا السيروم مشان تنامي، وبس تفيقي بتكوني مرتاحه. شكرا كثير. كل شيء صار معنا هون بيضل. ممنوع تخبروا رفقاتكم او ازواجكم او اي حدا بهذا الشيء. مفهوم الكلام؟ اذا بعرف انه طلع هالخبر برات السجن من حدا فيكم رح احرقكم كلكم. الموضوع حساس مثل ما بتعرفوا، واعتبروا هاد الشيء ما صار بنوب. كله تمام؟ روحوا على شغلكم. ببلش مفعول السيروم بعد شوي، رح تنامي وترتاحي، وإذا لزمك شي بتلاقيني هون. تمام، شكراً إليك. ديني خانو، دينيز ديمير تحسن وضعها ونقلوها على غرفة المراقبة وعلقوا لها سيروم. الحمد لله ما في خطر على حياتها ابنه. تمام، انت فيك ترجع مراد وخلي أوكتاي عندها، واصلا بعد دورية رح تضل تحت المراقبة. لا، لما الدكتور يسمح لنا انه نخرجها لدينيز وقتها نحن رح نرجع زيرين خانو. بس انا اعطيت أوكتاي تعليماتي مراد. زيرين خانو، ليكي انا بكون رئيس الحرس بالسجن، ويلي صار مع دينيز والهجوم عليها مسؤوليتنا كلنا بدون استثناء، وانت اول وحدة. أوكتاي والدورية رح يبقوا عندها، دينيز مانا بحاجة لحماية خاصة منك يا مراد. أنا ما بفكر مثلك زيرين خانو. ما رح أترك القصة للحظ، ما رح أترك دينيز لحالة وأرجع. طيب، أنت رح تدفع ثمن معارضتك لأوامري. آه والله؟ إيه، وأنت كمان رح تدفعي ثمن إدارتك للسجن حسب رغبتك وحسب متطلبات مصلحتك يا زيرين خانو. شو في أوكتاي؟ شو هالجرأة هي؟ أنت ليش عم تعارض الأوامر وعم تتصرف مثل ما بدك؟ ها؟ أنتو ما حدا فيكن متخيل جدية القصة لهلأ. أوكتاي، لعلمك نحن مسؤولين عن حماية حياة السجينات واحدة واحدة، ونحن ما عم نحميهم. برأيك هي مو مشكلة؟ هذا الشيء بيصير بكل سجن مراد، مو مشكلة. يعني شو قلك أوكتاي؟ ما بتتناقش؟ دينيز، شو مو نايمة؟ ما بيصير لازم ترتاحي. لا عادي، مالي نعسانة أبداً، والوجع خف شوي. إيه صح، معك حق، أعصابك تلفت، شلون رح تقدري تنامي؟ بس رح خلي قدرة تدفع ثمن هالعملة هي، أنت لا تخافي أبداً، أكيد رح تتعاقب. أنا ما قدرت أمنع قرار زيرين خانم وقت نقلتك على المهجع لعند قدرة، وما قدرت أحميكي بوقتها. ما منقدر نكون بكل مكان وبكل وقت، لأنه ما منلحق. ما بدي إياك تحس بالذنب. أنا مرة قوية. بعرف أنت قوية وما بتخافي. ورح تنسي كل هالوجع، رح تنسي إن شاء الله. خلص اهدي شوي، شبك. مو معقول حاسة حالي رح جن. عذراء، برأيي ننشر اللي صار اليوم. وين بدك تنشريها؟ معقولة انت داريا؟ نشرتي بما فيه الكفاية، وين لسه بدك تنشري؟ لا مو هيك، انا بقصد بالإعلام. عم قلك لا تساوي شي، خلصنا مشان الله، ما في داعي احكي لكم كل شي بعرفه. طيب عذراء، خبرينا وريحي بالنا. أهي إيدينا مربطة كل الوقت. لا دودو، إيدينا ما أنا مربطة. إذا عذراء هيك عم تقول معناها هي قدرة. سكرت أمك هبس.
ليكي دودو، لو دينيز وقعت لها بشي مشكلة مثلا وساء الوضع، انت برأيك رح اقعد هون؟ اكيد حتساوي شي. ها مزبوط. ايه تمام، ما توقفي بس فهمينا ليش ما بدك نساوي شي هلا، ونحن من حقنا نعرف. داريا خلص شبكي، ما عم قلكن اهدوا، قلتلكن انا بعرف شي انتو لبقى تفكروا، اتركوا القصة علي. تمام. يا الله يا هاجر، شو هالمرة هاي مو طبيعية. ايه والله، يعني هي قطعت شرايين ايدها بس لتنتقم من معلمتي. برأيي في شي تاني مخبى ورا هالقصة. كيف؟ معلمتي أساساً محكومة مؤبد. ايه يعني دينيز ليش لا تعمل هيك إذا ما في عقوبة أقوى منها؟ معناها ليش لتساوي هيك؟ ما بعرف. احكوا بنات، شو اللي شفتوه؟ الحقيقة اللي شفته هو إنه معلمتي قدرة ودينيز كانوا عم بيتخانقوا عند المغسلة بالحمام. صدقيني أنا ما عم كذب. وبعدين دينيز طالعت سكين وصارت تقطع شرايين إيديها. والله هاي الحقيقة حضرة المديرة، يعني معلمتي قدرة ما دخلها بالقصة بنوب، دينيز هي يلي قطعت شرايينها. حتى معلمتي قدرة تفاجأت كمان. دينيز قررت قدامكن يعني تقطع شرايينها بالسكين، مو هيك؟ إيه. يعني يا خانم يمكن هالشي اللي عم تسمعيه غريب، بس بحلف لك إن شاء الله بتنقلع عيوني إذا عم أكذب. شو عم تساوي دينيز؟ شو عم تساوي؟ دينيز صرتي أحسن؟ منيح، أحسن الحمد لله. بما أنه قدرتي تحركي إيدك فمعناتها صرتي أحسن بكتير، نشكر الله. إيه بس تعبانة لسه. والله عن جد؟ روح قل له للدكتور يجي لعندك؟ يعني إذا بيجي بيكون أحسن. طبعاً طبعاً رح خبره فوراً. لوين؟ دينيز تعبانة بدي أخبر الدكتور. آه طبعاً الكود الكود وخبره للدكتور فوراً. أوكتاي شو هالأسلوب اللي عم تحكي فيه؟ ليش شبو أسلوبي أخي؟ فهمني كيف علاقتك أنت ودينيز؟ طلع فيني أوكتاي، انتبه لكلامك منيح. ليش مو صح؟ زيرين خانم شو قاله؟ بيضل شخص واحد عندها وإنت عارضت كلامه وقلت أنا بدي ضلني لأنك ضعيف تجاه هاي المرأة. أوكتاي ها تمام أخي تمام، اهدى ما تشغل بالك، أنت ضل وأنا رح روح، عمل شو ما بدك تمام؟ أنا عم نفذ الأوامر. ما عاد يهمني إذا رح أطلع من هون ولا إذا كنت مرتاحة أو تعيسة، بنتي همي الوحيد والباقي لا. وشو رح تساوي مشان هالشي؟ قلتلك إلا ما أقدر لاقي حل بشي يوم. Thank you.
زيرين خانم. شوفي لي شو هدول الحبوب. هدول حبوب سيفدا زيرين خانو. تمام، لشو بياخدوها قليلي؟ شان تخثر الدم، بتعرفي انتي سيفدا ما بيتخثر دمها، لهيك كانت تاخذ هالحبوب بشكل دائم شان يتخثر دمها اذا انجرحت شي يوم. رح اطلب منك تنقلي سيفدا من القسم جي لغرفه فاضيه بالقسم بي بعد اذنك. ليه بقى؟ حتى عملي خطه جديده؟ ما في خطه بنو. الله يلعن هالحظ. نعم زيرين خانم. أوكتاي اصح، كون تتركوا دينيز لحالها. بس انتي امرتي انه يضل واحد بالمشفى زيرين خانم لما عارض الامر مراد. وانا طلعت من المشفى وصرت رح وصل على السجن، بس ما تخافي هو هنا. لك الله يلعنك شو غبي. لا دينيز، 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 وقفي. دينيز، دينيز، تليفون مراد، رد علي. دينيز، دينيز رح تدمري حالك، لا تعملي هيك. دينيز رح تزيدي عقوبتك، رح يسجنوكي 15 سنة. دينيز المحكمة رح تاخذ قرار ضدك يا دينيز. دينيز ارجعي هلا وما رح اكتب ضبط بعدك. دينيز وينك دينيز؟ شغلك رايق كتير، يمكن لأنه الشغل بين الشجر حلو بيريح النفسية. قدام في شي حديقة؟ ايه في حديقة، بس كمان في غابة صغيرة جنبها، منروح لهونيك نتغدى. مراد بيك ما فيكن تحطوا كلبشات لأنه قطعت شرايين ايديها. طبعاً بعرف. شكراً لتفهمك. لك الله يلعني. اسمعني يا مراد، دينيز عاملة خطة. دينيز هربت. كيف يعني دينيز هربت؟ دينيز هربت زيرين خانم. خبر العناصر تستنفر. الله يلعن. لك الله يلعنك.
كيف هربت مراد بيك؟ فتت لعندها وقالت لي إنها موجوعة، وطلعت فورا لحتى نادي الدكتور وما لقيتها وقت رجعت. ما في كلبشة سيد مراد؟ مقطع شرايينا، ما فينا نحط لها كلبشة. وشفتها بالغابة عم تركض؟ ايه شفتها. يلا بسرعة شباب، انتشروا بالغابة. شباب الكل على الغابة، يلا بسرعة 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 بسرعة. ما كان لازم تتركها ولا لحظة واحدة. المسؤول عن هالموضوع أنت بس. زيرين خان. خلاص. دينيز يمير، سلمي حالك. إذا كان لك يد بهروبة بتشوف حسابك بعدين. أنا مستحيل ساعد سجيني لحتى تهرب زيرين خان. لا وفاء لمهنتي بيسمح ولا حتى ضميري بيسمح. لا تواخذني أخي، القصة إنه نسيت مصاري بالبيت وإجيت على المشفى الغلط، أنت بتقدر تساعدني؟ طبعاً تفضل. شكراً لك. لإمتى رح تضلي هيك؟ خلص عزو اتركيني. عزراء. ها؟ في شي خبر؟ إيه، بس ما بعرف كيف بدي إليك يا. حسون احكي. شوفي شوفي شو الخبر حسين. دينيز شبه هربت. كيف؟ شلون يعني؟ شلون هربت؟ عن جد هربت؟ يا الله منا لهالمرة شو طلعت ذكية، شلون قدرت تهرب بهالبساطة؟ والله تفاجأت زيرين خانو، وبعدها طلعت فورا على المشفى عم تركض. ما مسكوا مو؟ لا اطمني ما مسكوا. على كل حال لا تحكوا كتير بالسيرة هاي، يلا بشوفكم. طيب شكرا. عزراء شوفي. اه شو شوفي؟ كل شي صار واضح قدام عيوننا. ما شاء الله عليها، طلعت تنتقم لبنتها. اخ منك يا اختي دينيز، صحيح هربت. ايه بس والله هيك خطر على حياتها. نحن ما قدرنا نخليها تتراجع، هي حرة. طيب هي كيف قدرت تهرب وهي بهي الحالة؟ بلكي صار لها شي. يا رب ساعدنا بجاه هالحبسة. اختي وصلنا على المشفى. تمام شكرا كثير لك. تكرم عيني. اجا فريق الدعم من المركز سيدي، بلشنا ندور بشكل اوسع. زيرين خانو ما عاد في داعي تضلوا بالغابة، المسؤولين رح يخبروكم بالتطورات. شكرا كثير. اهلا وسهلا، بقدر ساعدك بشيء؟ لا شكرا عم اتفرج لحالي.
أنا قلت لك إنه تخلي أوكتاي يضل وأنت رجع مراد. يعني لو أوكتاي كان موجود ما كانت بتهرب ما؟ جاوبيني. لأنه شو ما صار معك كان مستحيل يتركها لحالة ولا دقيقة، فهمت؟ ليكي زيرين خان، أنا فهمان منيح سبب توترك، بس اللي عملته دينيز بحالة وضغط قدرة عليها، كل هاد الحق عليكي ومسؤوليتك لأنه أهمالك واضح. أنت شو قصدك تقول؟ أنت فهمان منيح شو يلي بقصده. رح تدفع الثمن غالي مراد، حتدفعه بوعدك. زيرين خانم أنا... أنت ما دخلك أوكتاي، اللي خالف أوامري مراد. زيرين خانم كان لازم ضل معه وضليت، لأنه أنت كنت السبب بهرب السجينة تحت مسؤوليتي. رح أعزلك من مهمة السجان. أوكتاي، من اليوم صارت هالمهمة لإلك، وبالنسبة لإلك شغلي ما خلص معك. طلعوا قدرة من المنفردة. إيه بأمريكا. ملتام، طلعوا قدرة من المنفردة. قدرات، يلا فيكي تطلعي. زيرين خانم هيك قالت لك؟ اي صح، هي ناطرتك. منيح، واخيرا فهمت علي، فهمت انه دينيز لحالها شطبت ايديها. قدرات خلصيني يلا. ليكي ملتم، بدي قلك على شغلة مهمة. هلأ المعلمة قدرات بلشت تحترق ويمكن تحرق الكل معها. قدرات خلصنا بقى يلا. فهمت، بس انتي فهمتي ولا دائما قدرات خلص قدرات تسكتي؟ بس لو تسمعوني مرة شو بصر لكم؟ يعني انا ما غلطت ابدا، انا دائما مع القانون. يا خانم قدرات وصلت، خليها تفوت. حاجة بكفي بقى، لأنه قلبي رح ينفجر. هالمجنونة اللي اسمها دينيز ديمير تجاوزت حدودها، والله العظيم هي شطبت حالها، وانتي بتزتي قدرت بالمنفردة. شو دخلني أنا ولا ما في غيري؟ دينيز هربت قدرت. شو؟ قلتي هربت؟ عم تمزحي ما هيك؟ ما عم امزح بنوب، هي هربت من المشفى. هربت من المشفى؟ أكيد ما سكتوها ما؟ لا هلأ لا. انتي يا حضرة المديرة صح اللي عم تقولي؟ انتي منتبهة وسمعاني حالك شو عم تحكي؟ عم تقولي انه هديك الحية المسمة هربت من المشفى وصارت حرة وعم تتفتل براحتها، وانتو قاعدين وكأنه الوضع طبيعي وما دخلكم؟ قدرت اهدي شوي. ليش تهدى بقى؟ شو اللي بيخليني اهدى يا خانم؟ هديك الواطية عم تسعى وراء ابني لتحرقني، هربت لتقتل قلبه وتاخد بتارون. الشرطة عم تلاحقها. ما بيهمني اذا الشرطة عم تلاحقها ولا لا، هي الواطية إذا بتفكر شي يوم تلمس من ابني شعرة وحدة بدي قل عن شرفها، وبوعدك إني أحرق السجن باللي فيه. وأنا بدك تطلعيني من هون بأسرع وقت لحتى أقدر أحمي ابني. أنا هلأ لازم كون برا، أنا لازم كون برا. بلا سخافة قدرت، لا تطلعي، في قوانين وإجراءات كمان. طلعي فيني، لا بقى تغني لي هالموال، لا بقى تغني لي هالموال. يا أما بتلاقي طريقة طلعيني من هون بسرعة، وإلا وحياتك أنا ما رح أرحمكن من شري، دمركن. صدقيني بوقعك بقصة كبيرة بخليكي أنتي وقوانينكن وهالسجن تبعكن ألف سنة تحت الأرض، فهمتي ولا لا؟ تمام، رح حاول لاقي حل. ما رح أنطر لتلاقي حل، أنا ابني رح يقتلوه، فهمتي؟ بدك تطلعيني بسرعة، ما عندي وقت لتلاقي حل. زيرين أهلا وسهلا حضرة النائب حسين.
خد قدرت على غرفتها بسرعة. دينيز دينير، فيني افهم كيف هربت من هون؟ انا نقلتها على المشفى لانه قطعت شرايين ايديها. انا قبل سالتك اذا رح تقدري تواجهي دينيز دمير وتخليها تحت السيطره، وانت جاوبتيني انك بتقدري تواجهيها بدون مشاكل، صح كلامي؟ هي هي طريقتك بالمواجهه؟ هي خطتك المتبعه معهم؟ ليكي زيرين، نحن وصلنا لطريق مسدود معك وتحملنا بما فيه الكفايه بسبب وضعك، بس مع الاسف انتي مو قدران تديري هي المؤسسة نهائياً ولا يعتمد عليكي، وبتشوفي شو رح أعمل، وحياتك لدفعك الثمن. لك فهميني كيف هربت هالمجنونة قدام الكل؟ كيف هربت؟ برأيي عم تلاحق قلب. ايه بس ليكي، إذا سمعت معلمتي قدرت بهالشي أنا متأكدة إنها رح تجن. ايه فعلاً رح تجن. أمي ليش عم يقولوا إنه قدرت بدها تجن؟ ولا شي يا روحي، خلص شو بدك فيهم؟ لا تهتمي بحديثهم، تمام؟ معناها مشان هيك قطعت شرايين إيديها وعملت هالخطة. ايه مشان هيك طبعاً. معلمتي؟ أنتي منيحة؟ شو نعمل؟ مليت كتير شكلها. مليت وجدي، مليت، بدنا شي حركة، بدي شي اتحمس عليه غير جو. عم تفكر بالشريحة ما؟ ايه طبعا، اصلا فيها كتير مصاري. بدنا نشوف السلطانة قدرة اذا بتلاقيها. والله الخانم قدرة اللي بعرفها بتقدر تلاقيها. شكلها لقيتها والله. طمنيني، لقيتي الامانة؟ الو يا روح امك، انت منيح؟ منيح امي منيح. اختصري، رح اعطيكي البشاره ولا لا امي؟ اي بشاره يا روح قلبي، في خبر سيء وبشع كتير. شو عم تقولي؟ شو هالخبر السيء والبشع؟ دينيز، دينيز هربت من السجن. كيف؟ اليوم راحت على المشفى وهربت من هنيك. ليك ابني، هاي المره اكيد رح تلحق. الله يوفقك، فتح عيونك منيح وخبره لوجدي يجمع الرجال كلياتهم. اسمع قلن ما يخلوا الطير الطاير يمر. تمام امي، فهميني شو صار على مهلي. يا روح امك، الوقت هلا مو مناسب لاحكي وفهمك. عم قلك هالمره رح تلاحقك وهذا المهم. بوس ايدك ابني، بوس ايدك يا قلب، تنتبه على حالك. والله اذا بيصير لك شيء انا بموت حالي حبيبي. شوفي دينيز مستعجلة على موتها، جاية برجليها لعندي. نقي لك شي 4-5 رجال وجيب لي اياهم لهون فورا. تمام. المستمعين الاعزاء لراديو الامل، بوجه هي الحلقه لدينيز اليوم لانه هي بعدت عنا. بصراحه كلنا التقينا باخر الطريق ولقينا بعضنا بالوقت يلي فكرنا أنه الطريق خلص والرحلة وقفت بهذا المكان، بس طلع في طرق جديدة بتفتح وقت اللي منقرر نتودع. طريقك مفتوح يا حلوة، وصلي سلامنا لإيجان بنتك، وبتمنى ما يرجعك طريقك لهالمكان. دينيز، هاي الغنية مشانك، انطريني. بكره بني كتير، امودن كتير.
kararart madan sevincin yitirmeden döneceğim bir gün bekle beni hapishanenin türküleri üzünlüdür biraz her dinleyişinde belki yüreğim burkulur içim sızlar başlanacak amacılara alışılmaz bir şeyler var değişecek bir şeyler var değiştirmemiz gereken önce acılardan başlanacak mapushanenin türküleri üzünlüyse de biraz burkulmasın yüreğim sızlamasın için sakın bekle beni sen türkülerini söyle ve gülümse küçük çünkü sesinin ırmağıyla yeşerecek hasretin bozkırları. أنا وقت اجي لعندك المرة الجاية رح كون من طقمي مشان روحك ترتاح يا روحي إيجا sen sahip çıkarak yaşama ve sevince bekle beni acılar bitecek bir gün sevgiler çiçek açacak buldayan bu rüzgar bu delice yağan kar ürkütmesin يا رفيقتي الغالية معقول يعطينا درس دراما بهالوقت؟ رح يعطي حسرات خلاص فهمنا حاجتك نقبقى لا تحرضيون على الدرس عندي شغل مع سينا شغل شو أختي؟ مرحبا يا صبايا أهلا مرحبا أهلا وسهلا أستاذ سينا أهلا فيكم يلا خلونا نوقف كلنا بشكل دائري حنوقف بشكل دائري تمام يلا كيف الأمور؟ ما فيني أقول منيح شوفي دينيز هربت من السجن كيف هيك؟ هربت وبس شو رح يصير هلا؟ ما بعرف ابنه وما وقفت بس هاي اختي مريضة انت قلتي اختك؟ ايه انا تعرفت عليها من كم يوم طيب انا بقدر ساعدك بشي؟ يعني عن جد بساعدك قليلي بعمل شو ما بدك عزراء انت بس قولي ايه بدي شي خلص ما ترددي استاذ شو بدك تعطيها الدرس لحالها؟ لا جايين ندرس معك اطمني يا خانم وهي آخر مرة بتعلي صوتك خلص. مفهوم حكي؟ عزراء اهدي خلونا نقعد عادي عزراء عادي هون يلا اسمعوني كل اللي واقفيني يقعدوا انت حسرة عادي الكل يقعد لحد يضل واقف عادي وين ما بدك حلو وهلأ نحنا رح نبدأ بالعد بالأرقام ومنبلش من الرقم واحد وأنتوا رح تكفوا من بعدي منعمل شي منمسك إيدين بعض؟
لا هاي المرة مختلفة، كنا نعملها وقت نكون واقفين وعم نعد. ايه منمسك ايدين بعض ونحن قاعدين، شو فيها يعني؟ ممكن منمسك ايدين بعض، تمام؟ هيك منكون جمعنا تمرينين سوا، تمام؟ امسكوا ايدين بعض، قلتلكن رح نعد من الواحد للرقم 10. بلشي انت عائشة. 1 كفوا عد. تمام تابعوا. 2 3 4 5 6 7 8 9 اسمها دينيز ديمير، بتخيل جاي تقتلني اليوم. مهمتكن هي ما رح تقدر تلمسك. اخرس. ليش خلص كلامه المعلم؟ ما خلص. بدكن تمسكوها لهي المرة بنفس اللحظة اللي بتلمحوها عم تقرب مني. ساخ سليم بتجيبوها. ما بتلمسوا منها شعرة واحدة. اتركوها لالي. فهمنا أخي. أمرك معلم. كل اتنين رح يكونوا مجموعة، ما تتركوا البيت أو المحل فاضي، فهمتوا؟ فهمنا معلم. تعرفوا على أخوكم وجدي، هو إيدي اليمين وأخوكم قدير كمان بمقام أخوكم وجدي، مفهوم؟ رح تردوا عليهم وما تخالفوا كلامهم، وأوعكم تعملوا شي من راسكم. صار معلم. تمام أخي. قدير. إيه معلم أمرني. خود الشباب هلأ وعرفهم على المكان منيح، وخبرهم بطريقة حلوة شو رح يعملوا. لعيونك. يلا يا بابا الحقوني لشوف. مستنيكي. حبيبي الشريحة يلي بإيدك أخذتها من سجينه، جواتها في إحداثيات لما كان فيه مصاري كتير، صاحبهم مات وهي المصاري هنن فرصتي لحتى عالج أختي. إذا قدرنا نلاقي وناخد المصاري رح تقدر أختي تعيش. أنا عن جد آسفة أني دخلتك بهيك قصة، بس ما عندي حل تاني ابنه. مثل ما قلت لك هي فرصتي الأخيرة لتضل أختي عايشة. بترجاك سعد عزرا. مراد بيك، بدي أسألك سؤال واحد ولمرة واحدة، وبدي جواب صريح وواضح، ممكن؟ تأمر. أنت ساعدت السجينة دينيز ديمير لحتى تهرب من السجن ولا لا؟ ليك حضرة النائب، أنا موظف بالسجن من أكثر من 10 سنين وعم بشتغل بإخلاص وما بتهاون. جاوبني على سؤالي بوضوح مراد، ساعدت دينيز ديمير ولا ما ساعدتها؟ بدي جواب فورا. أنا برفض جاوب على هيك سؤال سخيف وهيك اتهام خاطئ. سؤال سخيف و اتهام خاطئ؟ هيك لك. هيك حضرة النائب. بالرغم من أنه ما في موظف عم يحرس المحكومة وزميلك أوكتاي مشمول بهي القصة معك كمان، فإنك تتركها لحالها هو اتهام خاطئ؟ أو أنه تترك دينيز ديمير بغرفة المستوصف لحالها وتحضيركن لهذا الهرب سوا كمان اتهام حضرة خاطئ؟ حضرة النائب، شرايين إيدين السجينة كانوا مقطعين، وإذا أنت قدرت هيك إصابات ممكن تنتهي بالموت وقتها. وقت السجينة قالت إنها موجوعة صدقتها وناديت للدكتور بسرعة، شو أعمل؟ أنت ما نفذت أوامر مديرتك زيرين شاهين، وأوكتاي بوران استفزيته وبعدته عن مكان المهمة، صح؟ كل هاد ما بيكفي؟ إهمالك لوظيفتك الأساسية خلى دينيز ديمير تستفرد بالأوضة لحالها، وأنت طبعاً قدرت تساعدها أنها تهرب بكل سهولة. حكي مزبوط؟ في شي كذب أو في شي ناقص بكل شي حكيته هلأ؟ لا ما هيك؟ معلوم. لا معلوم.
وأنا هيك فكرت كمان. مراد أونال، رح أعتقلك بتهمة لأنه شاكين أنك ساعدت السجينة دينيز ديمير بأن تهرب، وبعدين منقرر إذا كنا رح نبعتك على المحكمة أو لا. يلا خده. فوت. ايه فتت. اذا احتجت شي نادي الحرس. ماشي، شكرا. اخ يا دينيز اخ، لك شو خطر لك تعملي هيك شي؟ كيف بتعمليها؟ هلا إذا مسكوا دينيز يعني شو بيعملوا لها؟ لو بتسلم حالها إن شاء الله تكون بخير وسلامة. معقول عم ندعي ترجع لجهنم اللي نحن عم نحترق فيها؟ الحرباية لقت شخص تتهمه. مين؟ البطل مراد. النائب اعتقل مراد بتهمة مساعدة دينيز لتهرب. أيوة. أوف. عزراء، هيك برأيك؟ لا ما بتوقع أبدا. بعد الحرباية زيرين عطيت مهمة مراد لأوكتاي ليكمل عنه. لا لا لا، شو هالظلم؟ ليش هيك ساويت يعني؟ بتكون اتهمته بالإهمال. آخ يا دينيز آخ، لك ليش هيك ساويتي؟ تمام أختي، صح مراد بيك شخص عنده ضمير وبيكون حنون أحياناً، بس أكيد هو مانو شخص ممكن يأذي حاله مشان سجينة. حرقته بهالعقوبة زيرين خان. ليش مين منا ما حرقته؟ دينيز لك عنه صوت لنسمع. يلا مين الزهاج فيها وأصبحت في الأخبار اليومية. أما بالنسبة لطريقة هروب دينيز ديمير، فيلم يكشف الستار ويوضح الطريقة التي تم من خلالها هروب دينيز ديمير من المستشفى، وأعمال البحث إلى الآن مستمرة بحذر شديد جدا. سنوافيكم بكل جديد، ابقوا معنا. الله يستر من اللي رح يصير. آمين. ليش واقف انت وياه مثل المسطيجة ولا؟ حركوا لي حالكم شوي، يلا رجعوا لورا. يلا شغل السيارة لنطلع. انت دير بالك على حالك. ها لنشوف إذا رح تنفد يا قلب. تحرك على كيفك، موتك على إيدي. نجحت يا إيجام، أمك نجحت. والله صبرتي ونلتي يا دينيز. سندويش جاهز، تفضلوا. صحتين وعافية أختي. بدك نص سندويشة؟ إيه أخي. أحلى نص سندويشة كفتة فوراً أختي. السجينة دينيز ديمير التي هربت من سجن اسطنبول حاولت الانتحار أولاً، وبعدها هربت من المستشفى التي نقلت إليها، وما زال البحث مستمراً عليها بكامل المدينة. والله أنا انبسطت إنها هربت. يا حرام هالمسكينة شو عانت. حتى ولو ما كان لازم تهرب حبيبتي. بصراحة إذا بشوفها هلأ هون رح خبر الشرطة فورا. ما بتعمل. لا بعملها يا روح. ما بتعرف شو ممكن تعمل إذا ما مسكوها. وكما ورد سابقا أن ما زالت عمليات البحث. تشربي شيء؟ لا شكرا. الأمن جميعا في استنفار كامل في اسطنبول وأنحائها. يعطيكم العافية بنات. وقفي. شوفي. تعيشوا. تعملوا. لك بعدوا عني. لك.
تركيني انت وياها. الله يلعنكم. طلعوا لبرا. والحمارة وين دينيز؟ عم قلك وين متخبية هي الواطية؟ يلا احكي بقى. ما بعرف، دوري علي يا مني. عزراء، انت الوحيدة يلي ممكن تعرف مكانها لهي الواطية. يلا احكي جاوبيني. ما بعرف، يعني انت جنتي مثلا معقولة ان اعرف وين دينيز وخبرة؟ وليه عزراء في شيء انت ما عم تفهمي منيح؟ نحن هلأ مالنا عم نلعب لعبة الاغوات والافندي. اسمعي منيح، فهمي شو بدي اقول. ابني قلب حياته بخطر. ستي عن جد انت غريبة، ألعاب السكين تبعك ما بتزبط معي. معقول ما عم تفهمي هالقصة يعني؟ لا ما عم بفهم يا حلوة، بس أنا في عندي ألعاب تهديد وفي عندي ألعاب كمان تبعتك على جهنم الحمراء. شو عم يصير هون؟ لك شو بيهدي بيهدي يا حلوة؟ تركوني ولي حلوة هني عندي شيري إيدي شو تعالي هون؟ أنا برجيكي أنا برجيكي بعدي تعالي الله يلعنكم. شو عم بصير؟ بعدوا عن بعضكم لشو؟ شو جنيتي أنت وياها؟ النائب العام عند المديرة والسجن كله مستنفر. شو فاكرين حالكن عم تعملوا؟ ها أوزلام هاي بتعرف دينيز وين هربت؟ خلاص خلاصي، سكري تمك قدرات. امشي لشو دينيز هربت؟ هذا مو شغلك، اسكتي. امشي لشو هدول بيساعدوها تهرب. أنا بعرف. يلا قدرات، كل وحدة على غرفتها. يلا لشوف. يلا يلا خبرت النائب بكل شي لازم تقوله ما هي؟ خبرته. هو بغرفة الانتظار؟ ايه هو هنيك. ليك ما بدي اي مشكلة وهو هون. فتح عيونك منيح اوكتاي. طبعا ما تخافي يا خانو. فوتي زيرين خانو. خير أزلم. قدرت هاجمت عزراء وجماعتها بالحمام يا خانو. اوكتاي أزلم اسمحوا لنا نحكي شوي لحالنا. قربي قدرت. ليكي حضرة المديرة، كل الفترة اللي بتكون هالوقعة عم تحوم برا براحتها، عم تكون حياة ابني بخطر، عم تفهمي ولا لا؟ ما تصرخي قدرات. كيف ما صرخ؟ كيف ما صرخ يعني؟ الموضوع متعلق بابني وحياته، حياته لابني بخطر، افهموا، حياته بخطر. شو بدك يعني ساوي؟ انت سجينة هون ومستحيل تطلعي لحتى تحمي ابنك. ايه معك حق، أنا محكومة. ما فيني فوت سلاح. تمام. شو قصدك تقولي وليه؟ فهمتي منيح شو بقصد حضرة المديرة. انت ما عم تقدري تطلعيني لأنه هلأ النائب هون. بما أنك خايفة منه مو مشكلة. أنا بحكي قدرت. قدرت إذا حكيتي لسه كلمة والله بقتلك. وبوعدك أعمل جهدي مشان ابنك. ما تخافي أبداً. أوزلام خذوا قدرة على المنفردة. شو عم تقولي؟ يلا امشي معي قدرة. يسعد مساك. كنت عم دور على كورشات. أنا شو بدي؟ أنا بعتتني نوراي من السجن. يعني أنت اللي بدك تاخدي الأمانة. إيه صح. أنت بتجنني. شو بدك بالأمانة؟ وين الأمانة؟ ليش مستعجلة؟ عم ندردش شوي. عطيني الأمانة. تمام روحي.
هاي الأمانة. وقف شوي، لوين رايحة يا حلوة؟ روح من قدامي. ما فيك تطلعي لا تدفعي، طلعي كل شي معك مصاري وعطيني اياهم بسرعة. قلت لك بعد من طريقي، تحرك. وعم ترفع سلاح علي كمان، بس كأنه إيديك عم يرجفوا يا حلوة. شو عملتي؟ حسب مديرتك زيرين شاهين وكل يلي خبرتنا اياه انه علاقتك انت ودينيز ديمير كتير قوية، مزبوط؟ مزبوط الحكي. اها، انت وياها يا ترى اختلفتوا مع بعض؟ هيك شي، يعني دينيز وصلت لهالحالة النفسية بعد وقت طويل طبعا من الضغط اللي تعرضت له من جهة هون، ومن جهة ضغط زيرين خانم عليها. سيادة النائب، اللي صار إنه ست زيرين حرقت كل غراض بنتها لدينيز اللي لقتها مقتولة بالفترة الأخيرة، وبعدها زيرين خانم هددتها بالنقل على سجن تاني، وبالآخر فعلاً نقلتها على مهجع قدرة أوستوركي اللي هي على خلاف معه. بس دينيز تحملت كتير وفوق طاقتها، لهيك حاولت إنها تنتحر. حضرة النائب، عزراء كاي عم تحاول. كملي كلامك عزراء. المسؤولة عن اللي صار مع دينيز اليوم هي زيرين شاهين، وهذا كل شي عندي. ايه طيب، فيكي تروحي. شكرا لك. زيرين خانم، هلأ شو رأيك نحقق معك؟ مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. عندكم غرفة فاضية؟ كم شخص أنتو؟ واحد بس أنا. إذا بس أنت فعندي غرفة بالطابع الأول، ممكن هويتك لحتى سجل اسمك؟ أنا ما عندي هوية، مو معي، قصدي نسيتها، ضيعتها، ناطرة طلع واحدة جديدة. أنا بدي أعتذر منك، بس ما فيني أعطيك غرفة إلا إذا معك شهادة السواقة أو أي شيء يثبت هويتك. شوف طيب، ما فيك تسجلي بهاي؟ الغرفة 103، اطلعي على الطابع الأول. شكرا. تصبحي على خير. Thank you.